تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عندك ريزان، شخبارك؟ الله يبارك فيك بنتي، بارك الله فيك. هذا اللي شد لي الخط حيت نتصلت بك عمك ريزان، والحمد لله اليوم عاوتاني كلي الشرف أنني نتصل بك. الشرف لنا بنتي، بارك الله فيك. الله يحفظك السي ريزان. الله يجزيك بخير السي ريزان، باش نسولك على صلاة الضحى. إيه واش إلا كنت قريت باللي مخصوص زعما كنا نصليوها يوميا؟ نعم. واش الا مثلا شي مره ما صليناش واش عندنا شي اثم؟ حفظك الله بنتي، الله يحفظك. اياه وبغيت عافاك تدعي معايا ان شاء الله للزوج الصالح. يا رب يا رب، انا وجميع بنات المسلمين ان شاء الله. اللهم امين بنتي خديجه يا ربي ان شاء الله. ما حكم تارك الصلاه الا ما قدرناش اننا احنا الناس اللي معاه نقولوها ليه؟ نعم بنتي، إياه إن شاء الله. شكرا لك لك بنتي. مقدرناش مع العلم أن ذاك الإنسان فيه كل ما هو جميل ولكن لا يصلي. لا يصلي. إياه الله يهدينا ويهديه وجميع المسلمين. أمين. شكرا. شكرا بنتي، الله يزيدك إيمان ويقين. الفتاة اللي كتسأل على الدين دليل على أن الحمد لله قلبها عمر بالإيمان، وأسأل الله تعالى أن يصلح شبابك ويختار لك واحد العريس يكون مرضي ومهدي، وتكون الحياة طيبة مبرورة، ورزقك الله منه الذرية طيبة. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، حتى إن أبواب الجنة ثمانية، كاين واحد الباب من أبوابها كتسمى باب الضحى اللي كيصلي الضحى، فيها أجر وتواب كبير تمتد منذ شروق الشمس إلى الزوال، هذا كله وقتها، يعني بحال قلنا من 7 الصباح حتى الحدود 12 النهار، هذا كله وقت الضحى. كلما صليناها مبكرا كان أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يصليها حتى نقول لا يتركها، وكان أحيانا يتركها حتى نقول لا يصليها، بمعنى إلى يتغيب الإنسان واحد مرة على الصلاة الضحى ما أدهاش لا يتمع عليه، إلا أنه فضل من الفضائل دي الأعمال اللي درتيها لك الأجر والثواب، ولما درتيهاش لا عقاب ولا عتاب، ما عندك حتى يعني امر مباح. وخاصه نقراو الضحى هي 300 ركعات، اما ركعتين ونسلم نكتفي بركعتين، وقد نزيد 4 ركعات او 6 ركعات او 8 ركعات. والركعه اللي نقراوها هي الفاتحه وقل يا ايها الكافرون والفاتحه وقل الله احد، ولزنا ركعتين بالضحى والشرح، هذا غادي يعطيك الله فيها السر الالهي. هذا السر الالهي، صلي ركعتين ديال الضحى، الركعه الاولى بالفاتحه والضحى والليل اذا سجى، والركعه الثانيه تقرا الفاتحه والم نشرح لك صدرك. شنو السر الالهي فيها؟ كيجعل ربي عز وجل المعنويات ديالك النفسيه دوما مرتفعه. اللي كيعاني من المعنويات المنخفضه عنده دائما كيشعر بالهزيمه، كيشعر بالكآبه، كيشعر بالياس، كيشعر بانه ضعيف، بانه دائما عنده عكوسات وموانع. السر الإلهي هو يواظب على صلاة ركعتين ديال الضحى، الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجى، فيها قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فعلا ربك يعطيك حتى ترضى. والركعة الثانية نقرأ الفاتحة وألم نشرح لك صدرك، يشرح الله الصدر ديالك إلى قوله ورفعنا لك ذكرك، كيرتفع الاسم ديالك بين الخلق، وعمرك ما تحتاج لشي واحد يساعدك، لان ربي عز وجل كيفتح لك الابواب المغلقه وكيمهد لك الطريق وكيحقق لك الرجاء، وهذا سر من الاسرار وكنز من كنوز السنه. اما عن السؤال الثاني، واحد معنا في العائله او في الجيران او زملاء العمل طيب القلب لكنه لا يصلي. الصلاه هي ركن من اركان الدين، والنبي الكريم حتى عليها كثير، بل ورتب عقاب عن تاركها، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى باش كنعرفوا الاختلاف بينه وبينهم، هو الصلاة
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لأن الإيمان في القلب، الإيمان هو في النفس، ولكن الصلاة هي عبادة عملية كنشوفوها بعيننا. فالذي يصلي ويواظب على الصلاة نشهد له بالإيمان، والذي لا يصلي ويقول لك أن مؤمن صادق ولكن العلم عند الله، نحن لا نكشف على قلبه. لكن تلقوا بأن الإنسان متخلق وكيحب الدين ولكنه غير عنده غير العجز. العلماء قالوا لك يترك هوانا، قالوا لك يترك هوانا ماشي بحال لك يترك اعتقادا. من تركها اعتقادا هذا كفر، ومن تركها تهونا هذا عنده إثم كبير، وخصنا ننقدوه. بحال واحد المريض عندنا عنده مرض عضال، خصنا نعالجوه، نمشيو عند الأطباء ونتمسوا له الدواء. كذلك الذي لا يصلي خصنا لابد نبقاو نتكلموا معه، بل الأمر ينبغي من الطفولة. علموا أبناءكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. التربية كتبدأ من الطفولة، ولكن كاين اللي الله يستر ما كيسمعش، كاين اللي سبحان الله العظيم مهدي من صغره كتلقاه كيقلد والديه في الصلاة، هما كيصليو وهو توا كيتوضا ويمسح. هذا عنده 5 سنوات 6 سنوات مفطور على التقليد، هذا مهدي ومرضي وعنده الطابع. وكاين اللي كيقول لك واخا إن شاء الله أنا دابا العطلة الصيفية إن شاء الله غنعود نصلي. كتفوت العطلة الصيفية كتلقاه كيلعب وكيجري وكيمشي للبحار، ما مساليش، ما بقاتش عندي الألعاب وعندي كذا. الموسم الدراسي كيدخل الموسم الدراسي كيقول لك دابا عندي بزاف ديال الأنشطة وعندي مسؤوليات، ديما كيقدم الأعذار ولا يصلي. هو قلبه طاهر وأخلاقه كريمة، بل وكتلقى الأزواج، الزوج أو الزوجة أو أخ كبير بعقله ومازال يسوف، بل كتلقى إنسان عنده 70 سنة. بحال واحد تلاقيت معاه سبحان الله العظيم قال لك الحفيدة ديالو كتقولي أجدي والله يهديك تنو تصلي. كان لي مسكين هكذا محروم، هذا كنسموه محروم، هو راه مؤمن وقلبه عامر بالإيمان وكيحب الدين، ولكن قلت أحبابي الكرام كاين اللي مهدي من عند الله سبحانه وتعالى، وكاين اللي هو دائما كيبقى هكذا. ماذا نفعل معه؟ ماذا نصنع معه؟ أننا نبقى دائما نقول له الكلمة الطيبة، نتصلي معنا، ندير معنا كذا. فإذا تعذر علينا ندعو له بالليل، ندعو له في قيام الليل، يا رب تحبب لي الصلاة، يا رب تعاونه. وهذا أعظم سبيل، أحسن طريقة سهلة وفعالة، هي أن تدعو لأخيكم بالليل بالهداية، ودعو له بالاستقامة. قد دعي لي بالليل يا ربي أنا عجزت وعجزت أن أقنعه، ولكن أنت يا مولانا اللي عندك القدرة على الهداية تهدي من تشاء وتضل من تشاء، اللهم اهده، حبب إليه الإيمان، زيد له الصلاة في قلبه، وسبحان الله قد تلقاه واحد النهار تلقائيا حتى هو كيتوضا وكيتزحم معنا في الصلوات. أسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي أحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات إلى الصلاة. والصلاة هي كلها بركة، لما تصلي أنت صلتك متصلة بالله وعندك الأجر وعندك التواب، وهي محطة ديال الشحن. كل 3-4 ساعات كتجي الصلاة محطة شحن، كنحيد فيها جميع الضغوطات اللي عندنا وكناخذ طاقة إيجابية ونستمر على العبادة وعندنا الأجر والتواب، والله غني عن العالمين. ومزيان نذكروا بعض الفوائد ديال الصلاة اللي فيها على التأثير السيكولوجي والجسدي وعلاج بعض الأمراض. وإن شاء الله في الحلقات المقبلة غنتكلموا على الصلاة ومقاصدها وما فيها من منافع، لأن كاين اللي كيقتنع بالمنافع، نذكر له المنافع الكثيرة على الجهاز العصبي وعلى الدورة الدموية وعلى القدرات ديال الفهم والإدراك، غادي يبغي فيها منافع. أسأل الله أن يهدينا أجمعين. نتحول إلى إقليم سطات، معنا أم أنس. السلام عليكم عمي الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رجل طيب، حياك الله. لله والله الحمد لله بأن كتبني اليوم دوي معاك. بارك الله فيك طيب. بارك الله فيك لله طيب. يا مرحبا. أتمنى منك الدعاء لي ولوليداتي والزوج ديالي والأم والعائلة كاملة يا رب. الله يخطيك في الطيب يا رب. بارك الله فيك. أنا نبغي نقول لك يا عمي طيب، انا كان بغي نعيش هكا، كان بغي نقرا القران وكان نقرا سوره الواقعه، المهم دوك السوره اللي قلتي لينا، وسوره الليل وسوره الملك وسوره ياسين، هادو ديما كنقراهم في الليل، غير بعض الخطرات الا كانت هكا ما قداش ولا كان عندي ضياف وشويه مشاكل كنقرا اواخر سوره البقره. هو اواخر سوره البقره كنقراهم
كل صلاة. بارك الله. وآية الكرسي والمعوذتين في كل صلاة كنقراهم، وكنتمنى ربي يتقبل مني يا رب. المهم عمي الطيب، هذه جوج مرات وانا كنحلم بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم انا ما كنشوفش وجهه هذه، ولكن مره شفت بان واحد السيده من العائله قالت لي راجا جا لواحد السوق، هو كان واحد السوق حدانا، وقالت لي راجا واحد السوق، خديت ولدي من يدو بديك الصفحه وخذ خديت واحد الولد عندي هو الكبير، وكان غدا تنقول اللهم صل على سيدنا محمد الله اكبر عبد الله القائم بامر الله ما ضاق امر الله في الرجاء والله، وبديك الفرحه بحال بغيت نمشي انا لهذاك السوق. الله اكبر. ومره حلمت سيدي تلقاه عندنا في الدار ديال والديا، ووالدي عندهم شي ظروف، تلقى بحال خوا واحد خوا لما في واحد الصور عندنا دخلت هنا في البلديه، الصور ديال بعين حشاك خوا فيه ذاك الما، وانا تنقول لهم سعداتكم فرحاتكم، وبحال تنقول ياكم جيت شويه كون شفتهم. لا اله الا الله. والحمد لله يا عمي الطيب، كنتمنى منك الدعاء. انا يا رب يا رب استجلت الدعاء يا عمي الطيب يا دراجة الطيب، كنت دعيت معايا واحد المره وفرجها لي الله صحيت شي حوايج، وانا دابا كنبغي نطلب الله كنخجل كنقول انا طلبت ربي وعطاني ديك الحاجه وكنحشم كنستحي من الله. سبحان الله، هذا علامه الايمان واليقين. لا 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 اله الا الله. الحمد لله يا رب. الله يحفظك لالا ام انس يا رب. كل يوم في هذا اليوم جامعه بغيت في واحد كيتصمت لي دايما مع وليداتي ومعايا ومع العائله ديالي، الله يحفظك عمي الطيب. بارك الله فيك الشريفة، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. كل من رأى النبي الكريم ابتسم له أو أعطاه شي أمر أو أعطاه شي توجيه أو غير مجرد شافه في المحيط ديالو، هذاك راه مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى في المنام لأهل النار، فقط يرى لأهل الجنة. فهنيئا لك هنيئا لك. وهاد الصور اللي كتقريهم دائما فيهم فضائل واجر وثواب عظيم، وان شاء الله في الحلقات المقبله غنعيش مع القران الكريم سوره سوره، وغنعيش مع الايات وغادي نلقاو الاسرار. هاد الايات اللي دخلتي مثلا اللي كيعاني من الفقر غادي يقرا الواقعه، ربي غادي يهيئ ليه الطريق ديال الغنى. اللي بغى ربي يستر ليه المسطره ديال الطريق ديال الغنى يقرا الواقعه كل ليله. اللي دائما عنده العكوسات وعنده الموانع وبغى ربي عز وجل يبعدهم عليه يقرا كل ليله سوره الليل، كتقراها وربي عز وجل كيقول كي بالطريقه الفرنسيه كيتخاصي لو تيغان، كيبدو لك الطريق، الطريق كيصوبها لك باش تحيد لك نهائيا التابعه والقلق. وسوره ياسين كتصلح القلوب، اللي بغى قلبه يكون عامر بالايمان وعامر باليقين، قلبه مفعم بالخير، خصو يدير عمليه جراحيه، لا يقرا سوره ياسين. لكل شيء قلب وقلب القران ياسين. واللي بغى يكون ديما بين الناس بحال الورده بحال الثريه مضوي على الجميع يقرا سوره الرحمن. لكل شيء عروس وعروس القران الرحمن. وان شاء الله في الحلقات المقبله اللي طول الله العمر نعيش مع القران الكريم، يعني ايه مع ايه وسوره بسوره، ونشرحها نشرحها بطريقه مبسطه مفهومه لدى الجميع، وتاثيرها على حياتنا وعلى سلوكنا وعلى واقعنا العام، وغتلقاو الخير الكثير. فالشريفه لالا ام ايمن الله يحفظك، وام انس الله يحفظك ويرعاك ويحفظ لك وليداتك، وزيدك ربي من فضله وزيدك ربي من نعيمه. اللهم تعالى يكمل لك الرجاء ويجعلك يوم القيامه مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والدعاء كلما كان جماعيا كان اقرب الى الاجابه. فادعو الساده المستمعين الله يجازيكم بالف خير، نرفعوا اكف الدراعه الى الله جميعا، ونقول اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، أهل علينا هذه الذكرى الخالدة، ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأنوار، في شهر ربيع الأول في الثاني عشر منه. اللهم يا رب هذه المناسبة أهلها علينا بالخيرات وبالبركات وبالأمن والإيمان والسلم والسلام والبركة والتيسير. اللهم يا رب وأهلها على الأمة الإسلامية قاطبة بأن تكون أمة منصورة وقوية ومتماسكة. أهلها اللهم تعالى على بلاد المغرب بأن يحظى بالخيرات وبالسلامة، وأن يحفظه الله من الكوارث والزلازل والبراكين والأوبئة والأمراض،
وأهلها على أمير المؤمنين صاحب الجلال محمد السادس بالصحة والعافية وموفور الخيرات والبركات، وأهلها اللهم على جميع المؤمنين بتحقيق جميع الأمنيات. اللهم وارحم جميع أمواتنا، اللهم أسكنهم فسيح الجنات واجعلهم عندك في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم. إخواننا في فلسطين، اللهم يا رحمن يا رحيم احفظهم وارحمهم وانصرهم وكلهم وليا ونصيرا. اللهم احقن الدماء، اللهم اجعل الحرب تضع أوزارها، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين بفضلك يا رب العالمين، واجعلنا كما قلت يا أكرم الأكرمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ببركة الصلاة على مولانا النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. صل اللهم وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.